في ناس بتتكلم عليه. انت تهمتك ايه؟ تهمتك ايه؟ ايوه فندم. سيادتك داخلين دخلت ناس علي عصابه في البيت عندي وعملوا لها تعرض وانا ما عملتش حاجه. ناس دخلوا عليها واخد 10 سنين. قعدت انا بقى لي سنتين ونص. بس معلش عشان انا عندي المشكله ده عايز حد بس يجيب لي حقي لان انا والله ما اضرب بعد على بقولك من اللي ونات وهاته لك سيادتك دول عصابه تشكيليه اصلا وعاملين ما يقرب عن 32 قضيه عن الشرعيه ان شاء الله عاملين 32 قضيه في ناس ثانيه اصلا يعني هم عاملين قضيه مع ناس ثانيه واخدين عمليه ابتزاز يعملوا محضر زي ده وسيادتك يا